يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، حياكم الله في برنامج ذكريات لاعب اللي من خلاله راح نستضيف ضيف مميز في مجال الرياضي المحلي والخليجي والعربي والعالمي. خلونا نشوف معكم هذا التقرير ونرجع لكم مره ثانيه. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وشفنا معاكم هذا التقرير اللي معانا لاعب نادي الكويت الرياضي ولاعب منتخب الكويت الوطني لكرة القدم الكابتن يوسف اليوحة. سالم بركة وحياك الله. ساعتك يا بركة وشاكر لكم على لقائكم هذا وأتمنى أكون ضيف وخفيف عليكم على برنامجكم إن شاء الله. أنت علمني أخبارك شنو بالضبط؟ أخبارك الرياضية شنو أنت؟ أنت وين الحين؟ أخبار الرياضية الحين حاليا متوقف عن كل شيء. حلو. بس ان شاء الله مفكر يعني ادش مجال الرياضه تدريب. تدريب ايه، اخذ دوره ان شاء الله يعني ازاور مهنه التدريب. حلو. انا حاب انت من اعتزلت ما شاركت في مباريات في دوامك؟ أنا تركت الكره بالاساس ولا الرياضه ما تركتها؟ الرياضه ما تركتها، ازاور كره قدم بدوامي. حلو. ويعني هذا خلاص شيء من صغري فيني، هذا الرياضة يعني ما أقدر أخليها. أكيد. بس يعني هذه مهنة التدريب أنا حاب. حلو. يعني إني أزاول هالشيء. شايف نفسك أنت مو مجال إداري، مجال التدريب. التدريب. حلو. وعلاقتك مع فرج لهيب هو اللي شجعك فيها ولا؟ لا والله مو فرج، يعني هي شغلة بالفطرة. حلو. يعني أنت تحس بنفسك إنك ودك تعطي بمجال معين. حلو. وأنا شايف نفسي هالمجال معين خاصة الصغار. أبو يعقوب كابتن يوسف اليوحة، بداياتك كانت في النادي العربي وما كملت مع العربي، انتقلت حق نادي فهيل. نعم. ولعبت الفئات العمرية بنادي فهيل. أبي الشعور، طبعا انضميت حق المنتخبات خلينا نقول الأشبال وبعدين سنية. الشباب والناشئين السنية، المراحل السنية ناشئين والشباب، عدل ما عدل؟ عدل. لما انتقلت حق الفريق الأول بنادي فهيل شنو كان يعني لك أنت كيوسف اليوحة؟ بداية الفريق الأول أنا يعني شفت انطلاقتي من منتخب الشباب. حلو. هذا اللي أعطاني دافع أني أكون يعني نفس قبلها كنت أتغشمر ويا أخوي الكبير. حلو. ما كنت أدري أنه يعني خذوني عبال منتخب الناشئين عادي يعني مو ذات أهمية. حلو. لما تغشمرت ويا أخوي قلت له خذوني منتخب. إيه. تشي قاطة بس كذي. إيه قاطة بس كذي. إيه. قاعد أكذب عليه. إيه. أقول ما ياخذونك انت ما ادري ايه. اليوم الثاني سبحان الله ولا منزلين لست انا وياهم منتخب الشباب. منتخب الشباب. حلو. هذه يعني غيرت وايد اشياء فيني، اعطتني دافع. لما 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 انضموك منتخب الشباب على طول صعدت للفريق الاول. قمت العب فريق اول. قمت العب فريق اول. قدوتك بنات فحيحيل وانت تلعب خط الدفاع منو كان؟ والله صراحة يعني ما كان في يعني قدوة معين لأن كلهم كانوا كوابتن كبار. حلو. وما قصروا وياي بالنصيحة. أوكي. وقتها. حلو. كانوا ينصحوني شلون وقفتي شلون حركتي يعني شلون. طلع علي ربيع سعيد ولا سيف زيد من اللاعبين وخذ عبد السلام محمود. لا ما لحقت عليه. ما لحقت عليه. بس إنه كانوا يشوفونك يعني. كنت أشوفهم بالنادي. إنزين انضمامك لمنتخب الكويت الوطني الأول شنو الشعور كيوسف اليوحة؟ والله هذه ذكرى يعني حلوه كانت بالنسبه لك؟ ذكرى حلوه وايد حلوه. ايه. وحسيت يعني هذا يعني مكان انت مسؤول عن نفسك خلاص، الحين انت بوقت انك مسؤول عن نفسك كبدنيا، شلون تعامل يعني ذهنيا بالمباريات. صحيح. انت نفسك. تحضر نفسك انت تمثل منتخب يعني تمثل منتخب يعني وبعدين حتى بالنادي يعني مجهودك راح يصير. حلو. اكثر من اللاعبين الباجي. حلو. يعني كان شعور حلو. حلو. شعور حلو. شراك نطلع فاصل. تفضل. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وصلنا معاكم للفقرة التاريخية اللي راح نشوف فيها عن طريق الآيباد كابتن يوسف اليوحة. شوف معاك اللقطات اللي أنا مجهزها لك. توكل.
شنو هالنهائي هذا؟ شنو هالجول؟ هذا كاس ولي العهد، نهائي كاس ولي العهد ويا نادي القادسية 2005. 2005. 2005. ايش كان تحضيرك؟ كان متوقع انك تحط جول؟ هذا النهائي بالذات يعني احنا كانت يعني بداية نادي الكويت، يعني قمنا ننافس على المنافسات، قمنا نلعب نهائيات، نهائي ورا نهائي. حلو. ونفس ما تقول كنا مجموعة جديدة. حلو. ودنا كنا نسوي شيء، بس يعني هم فريق القادسية فريق كان كبير ومنسجم، كان وقته أكثر منه. حلو. كان في مجموعة كبيرة من عدد لاعبي المنتخب موجودين من القادسية، نادي القادسية. حلو. وحتى مجموعتنا يعني ما فيها قصور، كان يعني النادي مو مقصرين بالفريق من الألف للياء. بس كنت متوقع أنك تجيب جول؟ مو متوقع، بس تمرنت وايد. كنت محضر نفسك؟ كنت محضر نفسي، وكنا بالتمرين كنا وايد نسوي براكتس على 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 الكورنرات وهذا. كنا طويلين القامة. حلو. وتحركت، طبقت التمرين، سبحان الله شفت الكرة قدامي وحطيتها، ويعني مباراة نهائية تقول نهائي. بس خسرت النهائي. حال الكرة. مشكلة. حال الكرة. أكيد. خلينا نشوف معك اللقطة الثانية. شنو الابتسامة هذه؟ هذه من أقوى المباريات اللي لعبتها عمري، يعني الرياضي. حلو. مع منتخب الكاميرون في أولمبياد سيدني. أولمبياد سيدني. حلو. هذه حضرنا لها، ويعني المدرب صدمني من راح أمسك بالمباراة. كان المدرب رادي. كان مدرب رادي. أوكي. وحضرنا لها، حاشتني رهبة يعني قبل المباراة إن راح تمسك أنبوما. أنبوما لاعب بارما. لاعب بارما الإيطالي، كسر الدوري الإيطالي هذا، وكان أحسن لاعب أفريقي وقتها. صحيح. وكلفني إني أراقبه بهالمباراة، ويعني كنا نتابعهم هذول بالتلفزيون، فجأة راح أمسكه مان تو مان. فيعني كان يمك جمال مبارك. كان يمي جمال مبارك. شلون توجيهاته جمال مبارك؟ استفدت منه وايد بهالمباراة. صدق والله؟ إيه. حلو. كان معد من مهاجمين إيتو وياه. صحيح. إيه. كان فريق متكامل. احنا كنا مجهزين حق المباراة، يعني كمجموعة كنا وصلنا حتى المعسكرات او حق الاولمبيات نفسها. معسكرات طلعتوها؟ معسكرات. انا كنت وياك بس ما كملت. حلو. انت ما كملت وقتها. صحيح. اذكر رديت من ايطاليا. صحيح. ايه. صحيح. الفريق كان مثل ما شفت انت، ان وصلنا لدرجة ثقة بنفسنا ان نلعب بي اي فريق. صحيح. ويوم لعبنا هالمباراة يعني الحمد لله يعني سويت العلي بهالمباراة. صدق خسرنا بس سويت العلي فيها. حلو. من أجمل المباريات اللي لعبتها. بس خسرت المباراة، لكن المباراة التالية اللي بعدها فزت على منتخب التشيك، منتخب قوي. إيه. حلو. فيعني بطولة كانت تلعب أولمبياد، وأول بطولة لعبتها فيها أضواء، يعني وايد وايد يعني. صح. من أجمل المباريات اللي لعبتها. تتابع المباريات ويشوف البطولة هذه. عدل. انتقالك من نادي فحيحيل لنادي الكويت، شنو كان يعني لك الانتقال هذا؟ هذا الانتقال يعني شيء وايد استانست منه. استفدت منه. استفدت منه. من ناحية مادية ومن ناحية تحقيق البطولات وإثبات نفسك. إيه حتى المادية أكيد، بس يعني إنك تلعب نادي كبير، مو قصورة نادي فحيحيل. هم اللي طلعوني، هم اللي وصلوني إن صحيح. نادي الكويت يأخذني. صحيح. بس يعني أنت طموحك كلاعب إنك تأخذ بطولة وكأس ودوري، الحمد لله تحقق لي هذا الشيء. شيء حلو هذا كان بالنسبة لك. الحمد لله تجربة وايد حلوة عشتها. كابتن يوسف ليوحي، مشكور وسعيد اني اشوفك واخذ معك المقابلة. وانا اسعد وشاكر لك على لقائك هذا، بس انا ودي اسألك سؤال. ايش عندك بعد؟ شنو يعني لك جولك مع القادسية على فريقي؟ جولي انا على نادي السالمية تقصد؟ على نادي السالمية. ايش يعني لي؟ هزيمة وخسارة بطولة، ايش يعني لي؟ انا شاكر لك على صراحتك هذا. يعطيك العافية. الله يعافيك. مشكور يا يوسف. أعزائي المشاهدين، كان معنا كابتن يوسف ليوحة
لاعب نادي الكويت ومنتخب الكويت الوطني لكرة القدم. نلتقي معاكم في حلقة جديدة مع نجم كبير. مع السلامة.